ترأس صباح اليوم رئيس جامعة أنجمين الدكتور محمد بركة فعاليات الندوة العلمية التي تهدف إلى بحث الحلول ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للحفاظ على البيئة، حيث حضر هذه الندوة العلمية السفير الفرنسي لدى البلاد وعدد من المسؤولين الإداريين. تقرير مريم عبد الرحيم عرضه. من ضمن أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية والبيئية هي الدول الإفريقية، ويسبب ذلك في خلق ظواهر اجتماعية واقتصادية، حيث أن مجموعة الدول الإفريقية رسمت خططا واستراتيجيات ومشاريع تنموية فيما يتعلق بتنفيذها كبرامج لأجل التكيف مع مناخ كل منطقة للحفاظ على البيئة. ومن هذا المنطلق فقد أقيمت هذه الندوة التشاورية لتسليط الضوء على الجوانب الهامة التي تحيط بالبيئة، حيث تداولت عدة كلمات من ضمنها كلمة رئيس قسم علم النفس الاجتماعي وكذا الطبيب الأخصائي في المعامل، حيث أكدا على ضرورة متابعة مثل هذه الندوات والحوارات لإيجاد الحلول المناسبة للمساعدة في الحفاظ على البيئة والمناخ الملائم. وفي نفس الإطار السفير الفرنسي لدى تشاد فيليب لاكوست بعد شكره للحضور على هذا الاهتمام في مجال البيئة لإيجاد السبل لاتباع الخطط والاستراتيجيات التي يمكن اتباعها للنهوض والخروج بقرارات صحيحة نافعة لصالح البيئة، وأشار إلى أنه في ظل العولمة الحالية يقوم بعض الأشخاص بتدمير البيئة التي تكون في المقام الأول والملجأ الوحيد لهم، لذا يجب علينا اتخاذ الإجراءات للحد من هذا الموضوع. رئيس جامعة جمينة محمد بركة ذكر بأنه في خلال يومين من المناقشات والمداولات ستقدم أوراق عمل من قبل أساتذة الجامعات الذين قدموا من فرنسا والسنغال والكاميرون بالإضافة إلى تشاد، وعليه فإن هذه الندوة هي فرصة سانحة لمناقشة هذه الأوراق بغية الخروج بنتائج من أجل تقديمها للسلطات العليا بالبلاد.